ديالنا. ديري لي شي كاس حق عمري لي بلاطوخ، ما كيحمقني لاطوخ. ها انتوما شوف ها هي. السلام عليكم غزالات ديالي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، تكون امركم بالف خير. اليوم جيبكم فيديو جديد ومختلف على الفيديوهات اللي كنحط، ولكن كنتمنى الفيديو تبارطاجيوه مع الحباب ومع الخوت والصحابات. اليوم جبت لكم فيديو على واحد التعاونيه ديال الفخر الصناعه التقليديه، في هذاك الشيء كيحمق وتعرفوا واحد التفاصيل وبزاف ديال الاشياء، نتمنى يعجبكم. الاسم ديال التعاونيه اللي في العرايش راه جات حدا قاعه اليعقوبي اللي من العرايش، عارفش من بلاصه. المهم انا نحط لكم النمره في صندوق الوصف، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاهم. ساوش ديروا لايك واشتراك فضلا وليس امرا، ضغطوا على الجرس يوصلكم اي حاجه جديده. نتمنى هذا الفيديو نال ارضائكم وفرجه ممتعه احبابي، ويلاه معنا ضربوا دويره. وهذاك الشيء كيحمق الصراحه، الصناعه التقليديه في هذاك الشيء كيهبل، وتعرفوا بزاف ديال التفاصيل. يلاه معايا. التعاونيه زعما لا بغيتو شي حاجه راه كيوصلوها. ها انتما الدراري اللي خدامين هنايا، ها انتما صراحه عندهم داكشي زوين والله. يعني خص انسان يدير التفاته بحال هادشي، انسان ياخذ من هادشي، ما كايناش بحال هادشي ديال التقليدي ديال المغرب. ها انتما لا بغيتو اتصلوا، ها انتما ها النمره شتوها، ها هي. اللي بغى شي حاجه، اللي ما كيعرفش البلاصه ولا شي حاجه يطلب ويجي عندهم. ها انتما هذه هي الباب، راه اللي كيعرف من عرايش راه عارف شمن بلاصه بالضبط جات هاد التعاونيه. ها انتما هذه هي التعاونيه هنا جات. ها انتما هذه هي الباب ديالها. ها انتما عندهم طويجنات، عندهم قريبات، يعني عندهم كل شيء اللي بغيتو موجود. راه دايرين الوقاية ديالو. الصناعة التقليدية راه عندنا هنا في العرايش، هاداك الشيء عندهم غزال. هانتوما شوف كي كتسوقو. التعاونية الفخار من تأسس من 1986. هانتوما كيعطيكم معلومات. أول صانع تقليدي اللي دخل العرايش هو السي مصطفى الوزاني، الله يرحمه مسكين ويوسع عليه، هو اللي علم أجيال. اجيال خرجوا على برا وداروا وليداتهم حتى هما تعلموا من هذه الصناعه هذه. انتما تبارك الله ما شاء الله. كتحمقني ريحه اللاطوخ. انتما صلى على النبي عليهم. ها هو اللاطوخ. اللي بغى شي حاجه يجي لهنا. يجي لهنا راه قريب عنا، جا حدا قاعد اليعقوبي اللي من العرايش راه يعرف فينا بلاصه بالضبط. ها انتما كي كيجي لها الشكل النهائي. ها انتما هي هنا باقي ما عاد تعدلهم هادو كما كتشوفوا، هادو قريبات حتى هما كيزوقوهم. ها انتما صراحه الصناعه التقليديه غزاله عندنا في المغرب. اصلا على بالي راه سيده هي اللي كدير هادشي، مرا نعم. سيد قرعه كتعدل. يا هادي الصناعه التقليديه الله يعطيها الصحة، الله يعطيك صحتك. الله يعاونكم. هذا العضو النسوي. هذا كيشفوا كيعملوا تحت الغرس. تحت الغرس. وكيديروا فيها الورد، كنخدموه جوج هيدا وهيدا. صلى على النبي عليك اختي. دابا هذا خضار وهو طايب، هو هذا طايب، هذا هو هذا. هذا الشكل النهائي ديالو. الشكل النهائي مي كيطيب. هادشي راه باقي نعدلو دابا، عادك مساكن راه كانوا خدامين. ايوا صورتكم انا هادشي، هانتوما كتشوفو شكل الخدمة اللي كيخدمو. Thank you.
عطاتو لنا المبادره. كنشكروا جلاله الملك الله ينصر على هذه المبادره اللي دار، وكنشكروا التقنيين اللي في العماله، وكنشكروا عامل الاقليم، وكنشكروا المديريه على الدعم اللي داروا لنا. هذا هو الفرار اللي عطاو لنا باش خلاو هذا القطاع الفخار ماشي في العرايش. كان القطاع الفخار مشى يعني مي عطاونا هذا الفران. هذا هنا هاد البلايصه نتوما كتشوفوا هنايا عندهم كيبيعوا فيها الورد، كيبيعوا فيها الحبوقه، كيبيعوا فيها ديك الكريبات، يعني الديكورات اللي بغيتوا عندهم الصراحه. كنتمنى يعني اللي شاف هاد الفيديو بارطاجيه مع الاصدقاء مع الاحباب، يعني باش الانسان يشوف هاد البلاصه راه كاينه، يعني نرفعوا هذه الصناعه التقليديه ديال المغرب، يعني تزيد الناس يعرفوها، يعني باش ما تنقرضش هاد الصناعه، يعني رائعه. هانتوما عندهم هادشي غزال هنايا، هانتوما يعني مكايناش بحال الصناعه التقليديه. شوف الا بغى شي واحد شي حاجه راه عارف فين جا بالضبط، حدا القاعد اليعقوبي. هانتوما صراحه داكشي زوين، شوفوا الحبوقه وهادشي كامل معدل على اليد. هانتوما مكايناش حاجه تعدل مزيانين. هانتوما شوف هاد الكيسان، راه وريتكم الناس كيعدل البنت اللي كتعدلهم. هانتوما شو الصراحه هادشي غزال والله، يعني خصها التفاته من عند الناس وداك الشيء، يعني يجيو يشوفوا هادشي غزال والله. هانتوما ها الواد اللي بغى الحبوقه، بغى القربات، الطواجن، يعني كلشي اي حاجه تخطر لكم على البال تلقاوها هنايا ان شاء الله يا ربي. نتوما حتى الحبوقه ديال الورد راه كيبيعوهم الصراحه، عندهم كلشي اللي بغيتوه عندهم. نتوما كتعرفوا الصناعه التقليديه كيعدلوا داك الشيء بيديهم. هانتوما هادو حبيقات وحده اخرين، يعني كيجي وحده الباب ولا حتى الجرده، يعني كيجي الديكور ديالهم غزال. هادو هنا راه باقي ما وجدوش، ملي كيخرجوا من الفران كيحطوهم فهاد البلاصه. بصراحه الصناعه التقليديه عندنا في المغرب غزاله، يعني هاد بليصه بزاف الناس ما كيعرفوهاش. يعني المهم انا بغيت نشارك معكم هاد الفيديو باش تعرفوها، واللي بغى يشري شي حاجه يجي. الناس العرايش راه يعرفوا اين بلاصه. المهم انا نخلي لكم النمره في صندوق الوصف، اللي بغى يتصل بهم يتصل بهم، اللي بغى شي حاجه اي حاجه يعني طاحت لكم عجبتكم ولا شي حاجه في بالكم يديروها لكم ان شاء الله. هادي القريبه ديالي اللي عندي انا، انا مشاهيه الصراحه فهاد الصيفيه الما ديروا فيك كتكون صحي. هنايا كتزوق لي الغطايه ديالها. توني ديت هاد القريبة هادي ندير فيها الماء، كيعجبني الصراحة نشرب الماء منها. دابا قيسو عاد دير لي لاطوخ فيها، الكاس سبق لي ديتو ولكن غندي واحد آخر. ونص ساعة علميا الماء كيولي حسن شي كاع. ياه حسن حسن واللاطوخ مزيان صحي ماشي صحي، اللاطوخ ماشي القطران. اه هو هذاك اللاطوخ اللي ماشي صحي هو القطران. هذا مستخرج من الشجر. انا كحمقني الريحه ديال اللاطوخ الصراحه والله تكتسطيني. يلا ديري لي ديري لي شي كاس حق عمري لي باللاطوخ، انا كحمقني اللاطوخ. ها انتوما شوف ها هي يا هي كدير لي اللاطوخ. هذا الكاس اللي عندي صراحه كيحمقني نشرب الماء من هاد الكيسان، صراحه كيكونوا صحيين حتى المذاق ديال الماء كيجي واعر. هذا
هادو حتى الغرس كيتباعوا زوين هانتوما كل واحد الثمن ديالو. انا ديت جويجات ها هما يا مزي وليد كتشريهم. كنتمنى هاد الفيديو نال ارضاءكم. ما تبخلوش على اختكم باللايك واشتراك فضلا وليس امرا. نتسناو ان شاء الله نقدر نحط لكم فيديو ثاني على هاد تعاوني هاد الفخار حيت دابا مع اقتراب العيد الكبير غيديروا شي حاجه زوينه وغنشاركها معكم. والمهم انا غنخلي لكم النمره في صندوق الوصف اللي بغى يتصل بهم مرحبا، واللي من العريش راه عارف ان بلاصه يمشي عندهم مرحبا بهم. المهم دابا لقيتوني غنمشي نجلس عند اختي ان شاء الله نتغدى عندها، وغنحط لكم فيديو على الحي الشعبي ان شاء الله اللي كنعيش فيه. ونتمنى نكون خفيفة على قلوبكم. مع السلامة أحبابي.